أيها الأحباء الكرام، الإنسان إذا نزل عليه عسر ولم تكن له حائط يستند عليه يصبح فريسة للمستقبل، دائما يفكر في المستقبل، يحمل هم أولاده، يحمل هم زوجته، يحمل هم منصبه، يحمل هم كرسي الذي يجلس عليه في منصب أو غيره، يحمل هم الدنيا وما فيها، وكأنه يريد أن يستحمل على الدنيا. حاله يقول: يا رب، أنا وحدي وليس غيري، أعيش لنفسي وليس لغيري، فلتكن الدنيا كلها بين يدي. مع أنه يعلم بإيمانه وإسلامه لله أن الدنيا هذه مقسومة لكل واحد منا رزق مقسوم. لماذا إذن نحزن؟ ولماذا إذن نجعل للهم وللغم طريقا إلى قلوبنا وننازع في ذلك في القلوب أو في داخل القلوب قضاء الله وقدره؟ لماذا نجعل للشيطان علينا سبيلا؟ حاله يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان كذا أو كذا لكان كذا أو كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح ماذا؟ تفتح القلب لكي يدخل الشيطان بوسوسه، تفتح العقل فلا يرى في الدنيا إلا الثواب ولا يرى في الدنيا إلا الهموم. يجمع من هنا ويجمع من هنا من حلال أو حرام، ليس له هم في الدنيا إلا المستقبل، مع أن الأمر بيدها وهو يعلم ذلك جيدا، لكن عمليا هو صاحب إنسان وصاحب إيمان ضعيف. لذلك الله سبحانه وتعالى وعدنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذا هذه القسمة من وقت الميلاد، بل من قبل الميلاد إلى أن يموت الإنسان، يعيش في دائرة قسمة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يخرج عنها. ملك الموت نفسه عندما يأتي إلى الإنسان الذي أمر بأن يقبض روحه، يقف على الباب وهو يسمع صراخ أهل الميت وعويلهم، يقول لهم: أتغضبون أو أتحزنون عليه فهو مقهور؟ أتحزنون على الميت فهو مقهور؟ الموت إذا نزل لا يمكن للإنسان أن يستطيع أن يزيحه عنه أو يرده. أتحزنون عليه فهو مقهور؟ أتغضبون مني فأنا مقهور؟ أي أنا عبد لله سبحانه وتعالى أؤمر بقبض روح هذا العبد. فوالله من تغص له درهما من رزقه، ملك الموت يخاطب على الميت وهم لا يسمعون، فوالله من تغص له درهما من رزقه ولن تغص له لحظة من عمره. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولو سمعوا أي آل الميت، ولو سمعوا لتركوا البكاء على ميتهم ولمكوا على أنفسهم. إذا كل شيء في الكون يسير بأمر الله وبقدر الله. إن رضيت فلك الحسنى، وعشت في الدنيا عيشة السعداء، سواء أكان في حالة العسر أو في اليسر. أما إذا لم ترضى فلن يقدم رضاك أو عدم رضاك إلا كل سواد في عينك، فعيش في الدنيا محزونا، ثم في الآخرة أنت بين قضاء الله سبحانه وتعالى بغضب، لأنك لم تكن راضيا عن قضاء الله سبحانه وتعالى.